نبارك هذا الثمرة المجهودات وسواعد الرجال الذي قاموا بإنجاح هذا التدشين إن شاء الله وفتح هذا المقر الجديد. كما لا يخفانا أن نذكركم بالدور الهام والفعال الذي يلعبه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في توفير التغطية التأمينية لجميع الفلاحين والمواطنين عامة، حيث نقوم بالتغطية التأمينية الشاملة لكل ما قد يصيب الفلاح لا قدر الله من أضرار كالبرد والفيضانات، وقد لاحظتم معنا تقديم تعويضات عبارة عن صكوك للفلاحين المؤمنين الذين وضعوا ثقتهم في الصندوق، والحمد لله كان عند ثقتهم وقدمنا لهم تعويضات، هذا ما يسمح لهم بالاستمرارية في الإنتاج. سوريت يا ولدي من بعد في الحصاد تحرقت، عيطت لهم جاو من اللي عيطت لهم الصباح كانوا عندي، جاو شافوا كيلوا جابوا الخبير جابوا كل ما لازم، شافوا عيطوا قال لي من بعد بالك يكون فيها تعويض، بالك يكون فيها تعويض، من بعد اليوم الحمد لله هو فيها تعويض.